السباق الرئاسي في إيران يدخل مرحلته الأخيرة، ولم تتبقى إلا أيام قليلة عن دخول مرحلة الصمت الانتخابي التي تتوقف فيها الحملة الانتخابية في انتظار ما سيعلن عنه الصندوق. 8 أسماء فقط تتنافس على الرئاسة من بين 684 مرشحاً قدموا مطالب لخلافة أحمد نيجاد. انقلاب ما أساساً بعد المناظرات التلفزيونية واللقاءات الشعبية التي حاول من خلالها المرشحون استمالة الناخبين، اختار مناصر بعض المرشحين طريقة جديدة لحشد الجماهير. المناصرون على اختلاف انتماءاتهم تفننوا في انتقاء هتافات تعبر عن مدى حبهم لمرشحهم، فضلاً عن ترديد شعارات تترجم وعوداً قطعت في الحملات الانتخابية. 7 أيام تفصل الإيرانيين عن اختيار رئيسهم الجديد لتنفتح صفحة جديدة في تاريخ إيران قد تساعدها على الخروج من أزمتها الاقتصادية أو قد تزيد من عزلتها أكثر.